انا من دمياط. انا من الغربيه. انا من المنصوره. انا من المنيا من الصعيد. انا ليا 8 سنين في السعوديه. تمام، ما اعرف كلام كتير وعاشرت ناس سعوديين كتير جدا، ومعايا ناس في الشغل ومعايا اصحابي واصدقائي كلهم سعوديين. يعني اعرف مثلا توهكت، ما هجتها منك. كلام كتير سحبت عليا. بالنسبه للكلمه فيها ابشر وفي كلمه ترمى بزين، دي الكلمات اللي يعني مش موجوده عندنا في مصر. احلى حاجه في المنفوحه بتوفر فيها كل الاكلات المصريه. منبار اشهر حاجه عند المصريين، الاكله الطيبه المصريين المنبار. زي ما انت حضرتك شايف اجواء مصريه كلها، من مقاهي ومطاعم وكل شعب مصري. يعني اتحدى اي حد يلعبنا هنا ضمنه في المنفوحه. وانا اتحداك. اتحدى. بالنسبه للتوب السعودي عجبني من اول ما دخلت السعوديه، يعني كوقار وجمال وملبسته فعلا زادني جمال. يعني بقى لي 15 سنه مقيم هنا في السعوديه، اكتر اوقاتي كانت في المنفوحه، يعني يمكن قعدت 14 سنه والسنه الوحيده اللي قعدتها في الطايف، لكن برضه ما بستغناش عن المنفوحه. يعني احكي لك موقف بسيط خالص، انا رحت الدمام قعدت 3 شهور وكنت منقول في الشركه اللي انا فيها، فما قدرتش. قلت لازم ارجع تاني للمنفوحه عشان اللمه الحلوه دي. شوف، هو الشيء المشترك بين كوني سعودي ومصري، تمام، هو ان الضحك، تمام، السوالف. هو طبعا بيديله لغات من عندنا مش فاهمها، وانا اديله لغات من عندنا مش فاهمها، فبتبدا المسحه من النقطه دي. يعني على سبيل المثال احنا عارفين السعوديين ان هم كبسه، فتقول له يا كبسه يقول لك طعمه ايه.